أوركسترا العندليب. مشاهدينا وصلنا لفقرة أوركسترا العندليب واللي غيشارك فيها هو الفريق ديال حنان إبراهيمي، أمانوز وأحلام الزعيمي. غادي نشوفوا واش غينسجموا مع العندليب، ولكن أول حاجة كيف ما كتعرفوا خصنا الناديو على العندليب. تصفيقات كبيرة على العندليب. ياسي بريزونتي. اي اي ايوا هادي ايوا هادي. اهلا سي العندليب. شكرا. سلام. مرحبا. السلام عليكم. تبارك الله عليك. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اولا الجولات كيفاش دازوا؟ جولات على صعيد اوروبا كانت مزيانه الحمد لله. مشينا بزاف ديال المدن المغربيه، كانوا عندنا مهرجانات، كانوا او ميم طون فيستيفالات اللي هي مهرجانات. ومن بعد انا دابا تنقلب على فرقه ان شاء الله تمشي معايا، غنديروا واحد الحفله في ميريكا ان شاء الله. حفله في ميريكا، هذا هو اول حفل عندكم دونك. حنان راه حنان تنتلاقاو معك تما. تكسو عندي واحد صافي. الله يبارك فيك. شنو غتقترح علينا سي العندليب؟ نديروا شويه الشعبي في الاول اللي تحركوا شويه، ومن بعد نديروا يلا نشوفوا الفرقه واش غتنسجم مع العندليب. ثلاثه جوج واحد طب. وهي المعفر عفر بشويه، سيدي المعفر عفر بشويه، يا خويا المعفر عفر بشويه، وهي المعفر عفر بشويه، سيدي المعفر عفر بشويه، دابا الدور ليا جيبك ليا ويا شي لهلي، ايلي ايلي ايلي، وابا وابا وابا، وداها وداها، الله ما خلاها، وداها وداها، الله ما خلاها، وداها وداها، وحيد حيد كلشي عدو سوى العيالات. يا سلام يا سلام. حنا مغدير مع الغربي، ولكن قالت لي بان هي كتعرف تشطح اكثر ما كتضرب. اه واش محتاج شي راقصه؟ واش غتنوض هي ولا غتبقى في الاختيار ليها؟ نوض. جيتي وداك الشيء. تمشي للميليو تما؟ يلا اها ود عمي او جيبوا لي ود عمي ويلي ويلي ود عمي. بلاتي 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 الجمهور، واش نتوما من الصبليون؟ هاد ود عمي ما عارفيناش. معايا 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 باش نهز يلاه كلشي معانا. اها ود عمي او جيبوا لي ود عمي او هذا هشام ود عمي